الاخوات والاخوان المغاربة الاشراف، تحية وطنية صادقة وبعد، مما لا شك فيه ان المغاربة الاشراف احرار هذا الوطن قد ابانوا عن عقيدة الحب والاخلاص المتابدة لمولانا امير المؤمنين محمد السادس حفظه الله، وهي عقيدة راسخة بين العرش والشعب، ميراث اصيل من الاجداد الى الاباء الى الابناء، مجد هذه الامة وفخر هذا الوطن المحبوب بالعناية الربانية والعطاف الالهية الخفية. واليوم وكما كان بالامس في سياق دور مشحون كان فيه التوسل والاحتقان وطبعته الاجابات بمختلف انواعها، اصبحت الشعوب بكافة اعرافها وديانتها وانتماءاتها سواقة الى تغيير الاوضاع والخروج من الازمات وتحسين مناخ العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والانفتاح على العالم وقبول الاخر. وعلى مر التاريخ انخرط العرش والشعب في تلاحم باستثناء فريد للخروج من اجل تلك الازمات بسلام وتدليل العقبات وتطويع الشعب، معطيا بذلك النموذج الرصين والحكمة البالغة لباقي شعوب العالم بالتضامن ورجاحة العقل وواقعية الرؤية. وفي ظل المتغيرات الجديدة التي عرفتها المملكة المغربية الشريفة المتجسدة في الإصلاح، وفي ظل التغيرات الجديدة التي عرفتها المملكة كما قلنا المتجسدة في الإصلاح الدستوري الذي كان محط إجماع الأمة والإشادة الدولية، وفي ظل مشروع الإصلاح الحكم الذاتي لأقاليم الجنوبية وفي إطارها أسفرت عنه الاستحقاقات الشرعية لسنة 2011 من ظهور سلطة تنفيذية منبثقة عن إرادة الشعب المغربي التي برهنت عن الإرادة القوية للانخراط في مشروع الإصلاح الشامل انطلاقا من وضع حد للفساد المالي والإداري ومواصلة استكمال المشاريع التنموية الكبرى للمملكة المغربية وتحرير طاقات المواطن من أجل ضمان الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. بات من اللازم أيها المغاربة أيها الإخوة والأخوات المغاربة الأشراف ومن واجب الوطنية والمواطنة الحقة دعم الإرادة الشعبية الحكيمة والمتبصرة نحو أفق الإصلاح الشامل وتحسين المكتسبات ودعم كافة انتظارات الشعب المغربي الأصيل والعمل على رفع وتيرة الإصلاح بعيدا عن كل تعصب مذموم أو استفراد بالرأي أو مد اليد للعمالة مع العدو، وانسجاما مع روح قتل المسيرة الذي قطعناه على أنفسنا منذ البداية واعتبارا لمضامين وانسجاما مع روح قتل المسيرة الذي قطعناه على أنفسنا منذ البداية واعتبارا لمضامين ندائنا الأول إلى الضمير الوطني المغربي، فإننا نعلن للرأي العام الوطني والدولي عن تمسكنا الرافق بثوابت الأمة المغربية الشريفة المملكة المغربية خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد الثالث حفظه الله ونصره، كما نعلن دعمنا للحكومة الشرعية وتمسكنا بالديمقراطية كخيار لا محيد عنه والأقليات في جو من الاحترام المتبادل في إطار الشرعية الوطنية وثوابت الأمة، كما نعلن عن تمسكنا بمشروع الجهوية المتقدمة والموسعة ودعم كافة المبادرات الوطنية في هذا الإطار. ولا يفوتنا أن نعلن للرأي العام الوطني المغربي والدولي عن تشبثنا بعدالة قادسية وحدتنا الترابية الصحراء المغربية، ولا يفوت ودعما لمشروع الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية وتعجيل إطلاق سراح إخواننا وأخواتنا المحتجزين بمخيمات سندوق والحمادة باستحضار روح وفي هذا البلد، فإننا نوجه دعوتنا إلى كل المغربين من أبناء وبنات هذا الوطن الشريف باستحضار روح الوطن غفور رحيم والكف عن انطياق وراء المؤامرات والدسائس والمكائد والدعوات المغرضة التي لا زال العدو اليوم يوجهها نحو هذا الوطن وأبنائه المغاربة القصيرين، كما نجدد دعوتنا إلى الحكومة على العمل على تنزيل مقتضيات الدستور الجديد بكل حلكة وحكمة بعيدا عن كل الحسابات الذاتوية الضيقة والتجاوب مع مطالب الشعب المغربي المستعجلة، كما ندعو في هذا
استحضار ميثاق الأمانة الوطنية والشرف المغربي، وذلك بالكف عن الانصياع وراء الدعوات التي باتت تستهدف عاجزة وبالمكشوف رمز وطننا، رمز وطننا. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ولا ما تعلمون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم.